شكرا جزيلا. يعني حابب اضيف بعض الاضافات، ان يعني في الاتفاق اللي تم مع الصندوق بالنسبه للمراجعه الاولى والثانيه واللي بيستهدف استعاده الاستقرار الاقتصاد المصري في المسار الايجابي، وفي هذا الشان يعني بالنسبه للسياسه الماليه يعني ترتكز النقاط على الاستمرار في تحقيق فائض اولي في السنة المالية القادمة في حدود 3.5%، وتخفيض الدين تحت 90%، وأيضا مستوى العجز الكلي، وكل دوت في إطار استمرار الانضباط المالي واستمرار قدرة المالية العامة على الوفاء بالالتزامات بتاعتها، بالإضافة إلى استمرار وجود حزم حماية اجتماعية لدعم الفئات التي تحتاج إلى ذلك. في النهاية يعني يمكن أوجه الشكر لفريق صندوق النقد الدولي على الجهد الذي بذل للوصول للاتفاق في هذا الإطار، وبشكر دولة رئيس الوزراء على الجهد معنا في هذا الإطار، ومعالي محافظ البنك المركزي والزملاء الوزراء زملائنا الوزراء في الوزارات الأخرى اللي تعاونوا معنا عشان نقدر نوصل لهذا الاتفاق، وأيضا زملائي في وزارة المالية على رأسهم الأستاذ أحمد كوجو اللي كنا بندير مع بعض التفاوض مع صندوق النقد الدولي. شكرا جزيلا.